تودع رئاسة مجلس الوزراء من ضغط البرلمان الاثنين المقبل مرسوما جمهوريا لإعلان حالة الطوارئ بعدد من الولايات. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان عبد الماجد هارون في تصريحات صحفية إن المرسوم الجمهوري يهدف لاستيعاب الولايات التي لم تشملها حملة جمع السلاح، لافتا إلى أن لجنة قيادة المجلس الوطني بحثت في اجتماعها اليوم إجراءات تشكيل لجنة طارئة لمناقشة المرسوم الجمهوري في جلسة الاثنين المقبل. أعلن وزير صحة بحر إدريس أبو قردة عن تبرعه بكافة أعضائه لصالح المرضى عقب وفاته، داعيا المجتمع السوداني لتبني ثقافة التبرع بالأعضاء لتخفيف معاناة ذويهم من المرضى. ودعا أبو قردة لدى تدشينه 11 بروتوكولا خاص بعلاج أمراض وزراعة الكلى إلى الاهتمام بمجالات التغذية للمساعدة في علاج مرضى الفشل الكلوي، لافتا إلى أن وزارته واجهت عددا من التحديات في سعيها لإيقاف السفر لزراعة الكلى خارج السودان. أجازت حكومة ولاية الجزيرة موازنة الولاية للعام 18/2000 بمبلغ 3.8 مليار جنيه بدون زيادة في الضرائب أو الرسوم المحلية وبزيادة 9% عن العام الماضي، وأعلنت عن تنفيذ الميزانية بأمر مؤقت من الوالي لحين انتخاب مجلس تشريع جديد للولاية. وأكد خالد حسين وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية في تصريحات صحفية استمرار الموازنة برسوم العام 17/2000 تخفيفا لأعباء المعيشة، معلنا عن تخصيص مبلغ 1.4 للتنمية بزيادة 13% عن العام السابق، إضافة إلى تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لسداد التزامات الديون. يخاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرلمان يوم الأحد المقبل في جلسة مسائية عقب مباحثاته مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير. وقال مستشار رئيس البرلمان عبد الماجد هارون في تصريح صحفي اليوم إن أردوغان سيصل البلاد ظهر الأحد المقبل لإجراء مباحثات مع الحكومة على أن يخاطب البرلمان مساء ذات اليوم. بحث المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية مع السفير عماد الدين الرحموني سفير تونس بالخرطوم سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان وتونس ومسارات دور القطاع الخاص في دعم وتنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين. وأمن الاجتماع على أهمية تقوية وتعزيز علاقات التواصل بين رجال الأعمال وتسريع إجراءات استئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية للخرطوم، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مباشرة لرجال الأعمال بالسودان وتونس والترتيب لتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات مشتركة. انتهت أخبار البلد، أعود إليك الأستاذ طاهر حسن التوم لتكملة ما تبقى من برنامج حال البلد. شكرا مصطفى الشيخ.